السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: فساد القطاع الصحي العراقي وغياب المعالجة الحكومية. حيث يعاني المواطن العراقي من قطاع صحي متهالك نخر أساسه الفساد وغابت عنه مقومات وأساسيات النظام العلاجي المتكامل والذي يفترض أن يتوفر في بلد غني، بل بسبب غياب المنظومة الصحية في العراق انتشرت الأمراض وتفاقمت عند الكثير وأودت بحياة آخرين. ومن أبرز هذه الأمراض مرض السرطان والثلاسيميا الذي يصيب الدم في جسم الإنسان والذي لم توفر له حكومات ما بعد الاحتلال أي علاج حتى الآن. المشكلة في القطاع الصحي العراقي لا تقف عند هذا الحد، ففي الوقت الذي تعاني فيه شريحة كبيرة من المجتمع العراقي من الفقر والبطالة وضعف الإمكانيات المادية، نرى جهات دينية تبني مستشفيات خاصة باهظة الثمن والتكلفة العلاجية، وهي التي تعتلي منابرها لتطالب بالحق والعدل للناس. نضيف على هذا هجرة الكثير من الأطباء العراقيين بسبب الاضطهاد والمضايقات التي يتعرضون لها والتي تصل إلى القتل في غالب الأحيان. كل ما ذكرناه ينعكس سلبا فقط على المواطن العراقي البسيط والفقير الذي لا يستطيع أن يوفر لنفسه أو لأسرته ثمن علاجهم، وإن استطاع أن يوفر الثمن فغالبا لا يجد العلاج. مشاهدينا الكرام، بإمكانكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تتيح لكم أن تتواصلوا معنا عن طريق إرسال رسائلكم النصية. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. كان 15 سنة نعاني، لو مربينا طفل هم صار وهم لزم الدولة. يا حكومة المو جميلة، يم حجاب بقى السرير المرضى ويغطي الجديلة، يم دماغ الفارغ وناقص علم، ماكو غير الشنه ما عدنا زلم. يا حكومة شقد حقيرة شقد فطيرة، ما دريت ولا سمحتي كل جمال القائد بصحوة الضميرة، وهم شرط بالقصة صغيرة، وانت دولة وعدها جرعة لكن ولا قطرة غيرة. يا حكومة المهزلة الشعب بيك ابتلي وبطلك للنستلة، عمي يا نستلة انتو والويات كلكم اغبياء، ليش غشيتوا شعب كله برياء وناس فقرة، ومن جيتوا كان ضمها انبياء، وكان واحدكم حمامة وكان من يمشي امامة ومرتد براس العمامة، تار جنسيتي عندكم والقبر كوني للبكم، طاح حظكم وين وصلتوا العراق، وين يلكلكم نفاق، هاي بيريتي بعده وعنده موجود النطاق، ومن نقوم تصير ثورة وثورة الجوعان خطرة، العامل من يضيح صبره والفلح عندها مناجل وتنتخب زود السنابل، وهي خضرة وهي صفرة، وانتو بالخضرة بعدكم راح اجيكم انا واصحاب المناجل وراح احشكم من جذركم وتنترس منكم مزابل يا مزابل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نود أن نستعرض مع حضراتكم بعض المقاطع المصورة التي وثقت عن طريق المواطنين العراقيين وبعض الأطباء كذلك في العراق، لتشرح وتوضح لكم أو لمن لا يعرف حجم المعاناة الحقيقية في القطاع الصحي العراقي. نبدأ من مناشدة من طبيب أثناء إجراء عملية جراحية في إحدى مستشفيات بغداد بسبب غياب الأجهزة والمعدات اللازمة وبسبب عدم صيانتها كذلك، فنشاهد. هذا لا السكر يشتغل ولا الغراض تشتغل، وهذا الشريان هسه اذا ينضرب تشوفوا ايش كبره للشريان شلون ينضرب، وهذا الفكري كل شيء ماكو اي راح. هاي احنا صار لنا ثلاث اربع ساعه بين تحضير الجهاز بين ما ادري شنو بين كاميرا ما تشتغل بين، يعني يا اخوان الى متى راح يظل هذا الحال؟ الى متى هذا السيستيك ارتري هياته؟ هذا من مانجر، هذا المكان بين السيستيك داكتر الارتري، هذا السيستيك ارتري، هذا الرايت هيباتيك ارتري، هذا الرايت هيباتيك ارتري، شوفوا ايش كبره وشلون مغطي هاي المعده، هاي المعده، ويريدون الناس خطيه لان
نستمع إلى رأي السيد أبو علي من لندن. أبو علي تفضل. السلام عليكم أخي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي محمد، يعني الكلام عن هالوطن هذا العزيز العراق، نعم، يعني والله العظيم يوجع القلب يا أخي. نعم، يعني هذا الشعب ما يذكر أنه قبل الاحتلال شلون كان الطب في العراق والتعليم بالعراق. نعم. استعاني في لندن يا أخي، يا أخي أطباء اختصاص أقسم بالله العظيم أكثر من 400 طبيب اختصاصي في لندن. نعم. تقريبا يعني أكثر من هذا العدد. كلهم خريجين العراق، والشعب يدري بهالمعلومة. أخي يعني حال المستشفيات الآن بالعراق يا أخي يدمي القلب يا أخي. يا أخي صرنا مضحكة للشعوب العربية والعالمية يا أخي. طيب ليش يا أبو علي المستشفيات تنقصها معدات وتنقصها تجهيزات وينقصها العلاج في بلد غني؟ يا أخي محمد هو المسؤول، نرجع الانتماء أو تاريخه، وهو هذا عنده جذر عراقي، عنده انتماء للوطن. يعني عجيب يا أخي. أنا أذكر مرة من المرات طلع تقرير بالتلفزيون، مفتش وزارة الصحة أخي محمد مفتش وزارة الصحة كان يعمل بجيش المهدي بالتيار الصدري ويحمل سلاح في الواحد أمي أخي محمد. وبعدين هذا يصعد ويصير مفتش وزارة الصحة، وعنده صور موجود على التواصل الاجتماعي، مرة نزلوا. يعني والله العظيم يا أخي غريب هالوطن هذا، غريب. طيب يعني هو وغيره أخ محمد. طيب حكومات ما بعد الاحتلال كانت قد وعدت ولا تزال تعد بمحاربة الفساد وتدعو لمحاربة الفساد. أين محاربة الفساد عندما يقود مؤسسة صحية ترعى حياة وصحة المواطن جهلاء كما تفضلت؟ أخ محمد أنت سامع عمرك؟ نعم. حرامي يحاسب حرامي؟ أنت سامع عمرك هذا؟ أخ محمد حرامي وسارق ولص. يعني هاي التقارير والفيديوهات منظمات دولية أخ محمد. نعم. منظمات دولية تقول الفساد بالعراق، وطلعت تقارير دولية أخ محمد. تقارير بالفساد. أنتم من يحاسب أخ محمد؟ من يحاسب إذا هو حرامي؟ تاريخ حرامي. المعلم لبي طالب أبو الحسنين سلام الله عليه يقول: لا تخاف من بطون شبعت ثم جاعت، ولكن خاف من بطون جاعت ثم شبعت. نعم. الجباب الفساد أخ محمد، المليارات بعاشور. نزل فيديو على التواصل الاجتماعي في دبي، مطار دبي، ضابط حتى طلع بالفيديو أخي على التواصل الاجتماعي، ماكو واحد ما شافه. نعم. ست مجمدات حاويات فيها مبالغ كلها دولارات. تم نفي هذه المعلومة أبو علي، تم نفي هذه المعلومة من قبل شرطة دبي. يعني هذا موضوع حتى لا ندخل فيه. القضية باختصار الآن المعاناة تنعكس فقط على المواطن العراقي، أزمة القطاع الصحي في العراق تنعكس فقط على المواطن. طيب حكومة تعد ولا تفي وتقول حضرتك بأنهم مجموعة حرامية ولصوص، كيف يمكن أن يعالج القطاع الصحي وينقذ المواطن العراقي من معاناته؟ يا أخي محمد يعني شلون يعني الشعب العراقي شلون؟ ونرجعهم على أهل قبل؟ على زمان الخيرة؟ يأخذهم خيرة حتى يطيبون؟ يا أخي محمد الشعب لا مارس حقوقه بيدي، إيش ينتظر يا أخي محمد؟ نعم. إيش ينتظر الشعب؟ أنتوا ليش تطلعون تروحون زيارة لأبو عبد الله سلام الله عليه الحسين بالملايين؟ نعم. والحسين بالجنة يا أخي محمد، يزين الوطن العراقي مو بالجحيم. ليش ما تنقذون العراق يا شعب؟ كم منافق موجود؟ كم 100,000 أرذبتهم عصابات الحكومة هسه سنتهم شيعتهم مسيحيها المسؤولين، كم واحد وكم حماية عنده؟ الشعب إذا قام، إذا قام عليهم هم الطن خضراء وسحنهم. الشعب ليش ساكت أخي محمد؟ عليه من ننتظر المرجعية؟ ايش المرجعية؟ كل خميس كل جمعة يطلع عبد المهدي الكملائي مدري منه والله الصافي حديث اخ محمد عبارك بيحكيه فيلم كارتون ماكو؟ بس يخدر بالشعب صار 16 سنة. يهدي الشعب ما يوعي اخ محمد. طيب. الشعب ما يوعي للمشاكل، ايش جوع، تسمم، مرض، مخدرات، تعليم، مدارس تنباع تصير مول، ناس حفاات عرات. وضحت الفكرة أبو علي، أشكرك للمشاركة، وضحت فكرتك. معنا السيد أبو شيماء من ديالة، تفضل أبو شيماء. السلام عليكم أخويا. وعليكم السلام ورحمة الله.
أخويا من 2003 لهذا اليوم الشعب العراقي ما فرحان بدولة، وإنما هي دولة عصابات. نعم. فلوسنا صارت للغير، فلوسنا لإيران وغير إيران، مجرد تهريب لإيران وجابونا هو أطباء وخبر مسألة الكتل ما كتل والاغتيالات ومقتدى الصدري يقتل هو جماعة أبو درع أو العصائب، هي هاي خوش أطباء جابونا وإنما الكفاءات والدكاترة الزينة والعراقيين كلها هجروا خارج العراق. نعم. هل تعتقد أن هذا الموضوع ممنهج يا أبو علي؟ طبعا ممنهج، لأن جاي ياخذون ثار إيران مدة 8 سنين، إحنا حرب مع إيران. طيب ماذا بالمرضى العراقيين والأطباء العراقيين أن يؤخذ منهم الثأر؟ شنو ذنبهم؟ هاي مجرد جنسيته عراقي، هذا هو زين، مجرد جنسيته عراقي لازم هو يقتله خلاص. أنت تعال شوف السجناء بمخابة ديالة. طيب مو اللي يقتلون أو اللي أدوات إيران أو أذرع إيران هم يحملون الجنسية العراقية؟ ما يطلعون خارج العراق يداون، هو أقل ما مرض بسيط بهم كله تلقاه لندن وغير لندن، بس العراق الفقير واقع بيها، العراق ابن الخايبة واقع بيها، يجي مستشفيات رديئة فدنا، مستشفى لازمة العصائب، مستشفى لازمة حزب سلاحنا، حزب هي خلاص في العراق اليوم. العراق تشوف اليوم محافظة ديالة عبارة خطية، هاي السجناء ذبحوها، المستشفيات نايمين بالكاع خاصة هذا الطباء. شنو كل حزب لازم له مستشفى على اساس يعالج المواطنين. حاله محافظه ديالى فدنا، وهسه قبل يومين ضربوا بوهرز والنوب ضربوا مناطق سيود ما سيود اجبور. يا صحه يا تعليم، الفلوس صفت غيرنا، فلوسنا صفت ايران والعصابات ايران. نعم. هي هاي فلوسنا صفت. شكرا بالعرب. شكرا ابو شيماء، وضحت الفكره. ابو طه من بغداد، تفضل ابو طه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك استاذ محمد؟ حياك الله ابو طه، اهلا وسهلا استاذ محمد. بالنسبه للصحب في العراق، نعم، وين هي الصحب في العراق؟ الاطباء الكفوين كلهم هزموهم خارج القطر. زين. نعم. تروح للمستشفيات تقص باص بس يشوفك الدكتور، روح اشتري علاج من برا. نعم. مغذي ماكو، ابره ماكو، كرسون ماكو. زين. وهي نعم. اكبر ميزانيه بالعراق هي وزاره الصحه. لكن وين الفلوس لعد؟ يعني اذا كانت اكبر ميزانيه مثل ما تقول. اكبر ميزانيه وزاره الصحه، بس هو السؤال هنا وين الفلوس دا تروح؟ وين دا تروح الفلوس؟ يعني برأيك يا أبو طه وين دا تروح الفلوس؟ كلها للبوق أستاذ محمد، كلها للبوق. يسأل السيد أبو علي من لندن قبل شوية، يقول من اللي يحاسب؟ من اللي يحاسب الفاسد ومن اللي يحاسب السارق؟ يعني الحكومة اللي وعدت بمحاربة الفساد، وحيدر العبادي يقول الحيتان ونضرب بيد من حديد، والآن عادل عبد المهدي وقبلها المالكي وعلى المنابر. طيب كل هؤلاء متهمون بالفساد، من الذي سيحاسب الفاسدين إذن؟ والله ما حد يحاسب أي فاسد بيهم. زين. وهم خايفين على كراسيهم من يحاسبون واحد. زين. نعم. الميليشيات والأحزاب مسيطرة عليهم. زين. فما يحاسبون أي واحد، واللي يقول لك أضرب بيد من حديد لا حشاك، يضرب بعيد من فلين مو من حديد، كلهم يخافون. نعم. يعني هيحاسبون واحد، يخافون الأحزاب. زين. ومن اللي واقع بيها؟ واقع بيها الشعب هذا الفقير، بس هو على الشعب لو ينهض نهضة واحدة. نعم. على هاي الحكومة الفاسدة. زين. نعم. مش لحم حن مكانه، احنا بأيام الحصار تمرينا هيتي، بأيام الحصار وكل الدول محاصرتنا وحرب ايران مرينا بيها، ويعني مثل هل الايام تنمر بيها من 2013 لحد الان ما مرت على تاريخ العراق. نعم. حسن حي خالف بوقو نص، بوقو نص الميزانية وتنحص الميزانية للشعب،
زين؟ نعم. هاي الانتحارات تصير زين من الماكو. زين؟ طيب. المخدرات تشرد. شنو وزارة الصحة؟ شنو دورها يعني؟ شنو دورها؟ نعم أبو طه أنا أشكرك. أعتذر منك، لدينا متصلين ينتظرون معنا السيد أبو أحمد من مدينة الموصل. أبو أحمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابن عمي عتحكي على الصحة بالعراق، صحة وين صحة؟ نعم. هم ما يردون صحة سلدين، كل الدكاترة تحت علماء دكاترة ماكو. نعم. بريطانيا هم عراقيين. ليش انهزموا يا ابو احمد؟ اي دولة يعجبك تروح تحق عليه مدير مستشفيات عراقي. كلهم طردوهم في سبيل تتجه على ايران. نعم. حتى عراقي من يروح على ايران، شفت هاي الحرمة ذاك اليوم عشان هانوها؟ نعم. نحن العراقيين، انا احكي على نفسي، خلي كل العراقيين يسمعون، لا واحد يقول والله ليش هذا يغلط. نعم. يعني أولهم على عراقي، نحن مال إهانة، كلتنا نروح فدوى السودان. شو من كنا نقعد في السوداني ماكو، والله كنا نقول ما هذا هم بشر، والله أشعر أحسن من عدنا مليون قط. تعال ليه أبو أحمد أكو جهات دينية تقول الناس فقراء والناس لازم نتخلص من الفساد ولازم نرجع للناس حقوقها، وهاي الجهات الدينية تبني مستشفيات خاصة غالية جدا مرتفعة الثمن، الناس الفقراء اللي هم يدافعون عنهم ما عندهم فلوس يدخلون هاي المستشفيات ويعالجون أبنائهم. طيب إذا ذول الجهات الدينية هم اللي يبنون المستشفيات الخاصة، من اللي حيجيب للفقير حقه إذن؟ والله هاي كذوبة جديدة. نعم. هاي حتى يلغوها، هاي كم مستشفى كان ظلت وكم مدرسة كان ظلت، هاي شغلات الحكومية ماكو، يلغوها العالم تتجه كلها على البدني. ولا نعم. يكتبوها إذا هو شريف ابن أوادم ماكر حليب شريفة، ليش يروح يبني مستشفى؟ يروح يصب على المستشفى. نعم. ملايين السرطان، الشباب والنساء والأطفال بيهم سرطان، يروح يبني مستشفى أهلي؟ ما قل لي منهم معمم، منهم متدين شريف، بس قل لي. طيب أبو أحمد أنا أشكرك. أشكرك، وضحت الفكرة. صباح من بغداد، تفضل صباح. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لإنتاج النفط، يعني يوميا العراقي يبيع 4,300,000 برميل حاليا، يعني بالوقت الحاضر، يعني هاي الأموال الطائلة يعني ما توفر للحكومة ميزانيات يعني قوية تأهلها إلى تبني يعني من مستشفيات أو مستوصف بكل محافظة وبكل مدينة، يعني شوية متطورة. يعني نعرف إحنا اللي كانوا يقولون اسمهم معارضة، كانوا عايشين بأوروبا وبإيران وبلبنان وبلندن وشايفين عالم ثاني، يعني غير العالم اللي موجود بالشرق الأوسط، عالم متطور بالمستشفيات وغيره. المفروض بهم كسياسيين ويقول لك احنا اسلاميين، احزاب اسلامية، المفروض بهم غير ينقلون هذا الواقع اللي بأوروبا، ينقلون للعراق ويبنون مستشفيات. طيب يعني هم هل عمروا المستشفيات اللي دمرت على ايديهم؟ كل هاي 16 سنة احنا نعرف المستشفيات كلها مستشفيات صدام، اللي بناها نظام صدام السابق، مثل مستشفى عدنان، مستشفى مدينة الطب، مستشفى اليرموك، غيرها، يعرفون أهل بغداد والمحافظات إن ما بنت مستشفى نموذجية للعلاج الناس الفقراء والمساكين واللي حاليا كلهم الطالب الطالع، أغلبية المجتمع يعني عاطل عن العمل. يعني المفروض الدولة توفر لهم هاي الخدمة، خدمة العلاج مجانا. يعني شوفوا احنا الحالات المزرية اللي نشوفها على المواقع التواصل الاجتماعي، المستشفيات وصاحتها والبزازين اللي تفتر بالمستشفيات والصالات العمليات والوضع المزري اللي وصلت إلى المستشفيات ووزارة الصحة طبعا على يد
اي وزير صار مثل الوزيرة اللي تقول يعني بنت الحشد، يعني وزيرة عديلة بنت الحشد، يعني شنو اللي قدمته خلال 4 سنوات الوزارة الصحة؟ شنو اللي انجزته من أكثر مشاريع؟ اكثر وزيرة ظهرت عليها ملفات فساد وقضايا تورطت، لكن مدعومة من قبل المرجعية، مدعومة من قبل مقتدى الصدر، ومدعومة من قبل السيستاني، وهي تعرف شلون من تسرق المن تطي. تأكادي نسبة السيد موجودة، الخمس السيد موجود في سبيل، ما حد يقدر يجي لنا طاية أحمد. مفوضية حقوق الإنسان تقول إن ارتفاع حالات مرض السرطان بالفترة من 2008 وحتى 2012 كانت 44 حالة كل 100,000 مواطن. في 2012 بعد 2012 ارتفعت الحالة صارت 74 حالة كل 1,000 مواطن. حالة السرطان وانتشارها في محافظة البصرة بشكل خاص نتيجة التلوث كبيرة جدا، ومع هذا الحكومة تنظر إلى الموضوع ولا تتحرك. يا رجل حتى الطاعون رجع للعراق، مرض انقرض، وباء انقرض، رجع للعراق. بالطبع أستاذ، الحكومة ورئيس الوزراء بكل الفترات السابقة يعني وقفوا معاجزين عن تقديم الخدمات في مجال الصحة نهائيا بالكامل. احنا شفنا فلوس المرجعيات اللي الخمس والناس اللي تتبرع بها بالنجف وفي كربلاء تم بناء مستشفى في قم بإشراف وتحت اسم السيستاني، ليش ما بناها بالعمارة بالسماوة بالبصرة بغيرها في سبيل العالم؟ تقول ان المرجعية جاي تبني البلد، وهاي خيرات البلد ما جاي تذهب لغير ناس. لكن احنا هي من رأس الهرم فاسدين. وتصدقني استاذ، خلاصة الموضوع كل الحكومات المتعاقبة جت لتدمير العراق، لتدمير العراق في مجال التربية ومجال الصحة وارجاع العراق للوراء 100 سنة. هم غايتهم تدمير العراق والبنية التحتية للعراق، وهاي المصانع ما تشتغل في سبيل نستورد من إيران. وزارة الصحة ما تعمل بصورة صحيحة وتؤدي خدمات للمواطن في سبيل الناس تتجه لإيران تتعالج. وزارة التجارة، وزارة الزراعة، كل الوزارات تم تعطيلها في سبيل يصير الملجأ الأول والأخير هي جارة السوق إيران، وبعلم قادة الحشد اللي يسمون جماعة المقاومة والمتقدم. يقول أبو طه يقول أبو طه من بغداد أن الشعب يجب أن ينهض، لأن هو الوحيد اللي بيده الحل والخلاص من هذا الفساد الذي يعيشه. يعني لما تكلمنا وسألنا المواطنين عن من الذي سيحاسب، لا يوجد، يقولون لا يوجد حرامي يحاسب حرامي في العراق. باختصار شديد الشعب يجب أن ينهض. ما الذي يقف عائقا الآن أمام المجتمع العراقي من أجل النهوض والهبة مرة واحدة للخلاص من هؤلاء؟ أستاذ محمد، الشعب العراقي مغيب فكريا ومغيب عقائديا ومغيب، يعني مغسول دماغه من بسبب هاي الفتاوي والمرجعية. يعني المرجعية هي اللي تعتبر الوسيط بين الشعب وبين الحكومة. إذا المرجعية هي جاي تخدر بالشعب، فالشعب كله مخدر. يعني أنت أي مواطن عراقي سوي لقاء وياه بالشارع راح يقول لك الحكومة فاسدين والأحزاب فاسدة والوزير ووكيل وزير ومدراء عامين ودورة. المواطن يعرف أن جاي ينسرف، لكن شنو اللي أن يطلب بحقوقه ويقلع هاي الوزارة الحكومات كلها المتعاقبة، يعني هاي الكابينة الوزارية وغيرها والمنطقة الغبراء، أن الشعب مخدر من المرجعيات. يعني مقتدى الصدر مسيطر ومهيمن على الصيدليين ويضحك عليهم، وشفنا احنا بالفترة الأخيرة وياهم قاعد ويا أسيادة قاعد وخانع تحت الكرسي مال خامنئي. المرجعية في 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 النجف ساكتة، فكل المسكتين أتباعهم، فأتباعهم كلهم مخدرين. الشعب العراقي صدقني مخدر. هذه فئة يا سيد أحمد، لكن سيد صباح عفوا، لكن هناك جموع كثيرة من العراقيين تخرج وتتظاهر وتقول إيران برا برا وكلا إيران، ومن الجنوب. يعني هناك فئة قد تكون مثل ما وصفت، لكن المجمل في العراق والمعظم غالبية المجتمع العراقي لديه الآن الوعي ويعرف من الذي، كما تفضلت، يعرف من الذي يسرق ويعرف من الذي يقتل. لكن ألا تعتقد أن فكرة حمل السلاح أمام مجتمع أعزل وفي ظل دعم دولي وفي ظل تغييب إعلامي لهذه القضية نراهم ربما متراجعين قليلا؟ أستاذ، هي المنطقة الخضراء هي المركز الرئيسي للفساد، والحكومة الحكومات اللي جاي تدير الفساد والمنظمات المافيات كلها من المنطقة الخضراء. فالمظاهرات اللي تصير بالأنبار وتصير بالبصرة بعيدة عن المركز، المفروض كشعب كله يتوجه للمنطقة الخضراء. حتى الموجودين هنا بالبصرة من يتظاهرون ضد الحكومة تم قمعهم
بالقوة. اغتيالات صارت بالبصرة لبعض النشطاء السياسيين الموجودين بالمظاهرات، اعتقالات عشوائية صارت، فعتلة الحشد الميليشياوي اللي موجودة هي اللي ما تخلي أحد يتقدم، يعني ما تخليهم أحد يتقدم ويطالب بحقوقه، يعني صارت عدة اغتيالات. فالمفروض كشعب كامل جنوب ووسط وشمال كله يتظاهر ضد هاي الطغمة الفاسدة، المافيات الفساد اللي سرقت البلد على 16 سنة ما حد يقدر حتى يحاسبهم. هي النزاهة المفروض اللي تحاسب المسؤولين على الفساد الموجود وملفات الفساد اللي صارت بالملايين، هي نفس النزاهة يراد لها ناس يحاسبوها، هم نفس الأحزاب ونفسها، وحتى القضاء المجلس الأعلى موجود اللي جاي يشرف هو تابع لحزب الدعوة. يعني إذا القضاء فاسد والنزاهة فاسدة والمرجعية فاسدة والشعب ساكت، شلون حل الموضوع؟ شكرا حلها. سيد صباح أشكرك، وضحت الفكرة. نقرأ بعض الرسائل التي جاءت على خدمة الواتساب من بعض المشاركين. أبو عمار من السويد يقول: السلام عليكم أستاذ محمد. الفساد انتشر في العراق بصورة علنية بسبب عدم محاسبة الفاسدين، وهم كبار في الأحزاب والحكومات ومحميين من قبل المرجعيات. أصبح العراق من الأوائل في الفساد بالعالم. لدينا رسالة أخرى، يقول عبد الخالق الناصر: السلام عليكم، أشكر قناتكم الرائعة. والله وضع صحي متردي جدا، الممرضين يعملون بكل جهد والذين يسمون أنفسهم دكاترة لا عمل ولا شغل، مجرد يستلمون رواتب مع الأسف. يموت العراق طبعا، يموت العراقي في مستشفى بائس وخالي من أبسط شروط المستشفيات. قضية الدكاترة أو الأطباء بشكل عام ليس تبريرا لهم، لكن كل فئة مجتمعية فيها شذوذها أو فيها الاستثناءات إذا صح الوصف. أطباء في محافظة المثنى يتظاهرون وهم معينون جدد لخمسة أشهر، حتى هذه اللحظة لم يتقاضوا رواتبهم. كم من طبيب عراقي هاجر بسبب القمع وبسبب المضايقات وبسبب القتل والاغتيالات التي يتعرض لها الأطباء في العراق؟ إن كانت هناك فئة متخاذلة متقاعسة عن أداء واجبها كما تقول سيد عبد الخالق تأخذ راتب، هذا لا يعني العموم. في عامة الأحوال هناك معاناة للمريض وللطبيب. الطبيب يعاني بسبب عدم دعمه حكوميا بالعلاج وبالأجهزة، وكذلك غياب المرتبات في كثير من الأحيان، بالإضافة إلى التهديدات الأمنية التي تطال شخصيا. والمعاناة الأخرى هو عدم قدرته على علاج مريض يلجأ إليه طالبا المساعدة في بلد فيه شروط وفيه قوانين معقدة تفرض على الفقير من قبل الدولة ومن قبل المستشفيات الخاصة أو الأهلية كما تسمى، وبالتالي ليست لديه القدرة ولا الصلاحية أن يتجاوز المفروض عليه، لأنه قد يعاقب بالنفي بالطرد، قد يهدد، وهناك أمور كثيرة تحدث للأطباء وللمرضى في العراق. هو ليس تبريرا لكن لا يمكن أن نعمم القضية. في رسالة أخرى، هذا أحد المشاركين يتحدث عن قضية فساد عالي نصيف والتابعين له. سيد مبروك من الإمارات يقول: السلام عليكم، تحية لك أخي محمد. الفساد يعود الحديث باستمرار، وهذا متمثل في الفساد بالقطاع الصحي وغياب أشكال الدعم الحكومي لهذا القطاع الهام باعتباره أحد القطاعات الحيوية في العراق، وعدم إنجاز وعود بحل كافة الخدمات المتعلقة بالقطاع الصحي. لذلك وجبت الثورة على الأحزاب للخلاص من واقع الحال ولإيجاد الوطنيين لحكم العراق ولإعادة الأمن والأمان في العراق. أحد المشاركين يقول: إن ثورة الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام جاء ضد الظلم والفساد والتكبر، وهي نموذج لثورة تصلح لكل زمان ولكل مكان. ثورة الإمام الحسين ثورة لإحياء ونهوض الضمائر ضد الظلم والفساد والفجور. متى يا شعب تثور على الفساد والظلم والتهميش؟ متى تحاسب مسؤوليك؟ نطالب من السنة والشيعة والأكراد والتركمان والأيزيديين أو اليزيديين وكل الطوائف أن تقتدي بثورة الإمام الحسين ضد الظلم والفساد والتهميش. كونوا أحرارا في دنياكم، ثوروا على الفاسدين والسراق، يجب إصلاح المجتمع. طبعا نود أن نتابع مع حضراتكم الآن مقاطع أخرى نعرضها بهذه القضية.
حال مركز غسل الكلى بمستشفى الكرامة في العاصمة بغداد، فلنشاهد. هذا مركز لغسل الكلى في العاصمة بغداد، مركز الحكومة في بلد لديه هذه المليارات ولديه هذه الإمكانيات البشرية القادرة على إنعاش هذا البلد واقتصاد قوي، لكن بسبب فساد وبسبب سرقات نرى هذا الحال في على الأقل في العاصمة بغداد. إن كنا نتحدث يعني يفترض أن تكون مركز الحكومة ومتطورة، لكن حتى مركز الحكومة بهذا السوء وبهذا الشكل، المنطقة الخضراء تحديدا هي فقط المنتعشة بهذه الإمكانيات، وحتى المسؤول عندما يعاني من أمراض أو أوعكة صحية يذهب إلى الخارج للعلاج لأنه لا يثق، إن توفرت مستشفيات حتى خاصة وأهلية لا يثق بها وبكوادرها، لأنه يعلم حقيقة كيف تأسست ومن أسسها ومن الأفراد الذين يعملون بها، وبالتالي يذهب للعلاج إلى الخارج. هذه المشكلة. الآن نأخذ السيدة أم أزهار من بغداد، بعدها نعود مع حضراتكم لمتابعة مقاطع أخرى لتظهر حجم المعاناة التي يعيشها المواطن العراقي. أم أزهار تفضلي. أم أزهار، السيدة أم أزهار من بغداد، هل تسمعينني؟ قد نتصل مع السيدة أم أزهار، نتابع مجموعة من آراء المواطنين بخصوص حال المستشفيات في العراق، فلنشاهد. اذا تجي هسه حتى الكشفيات ما عليها رقابه، الدكتور ياخذ من 30 الى 50 الف كشفيت. زين الانسان اللي ما عنده، اللي ظروفه تعبانه، يعني هذا يموت لان ما عنده امكانيه يروح. يعني ابسط تحليل هسه، ابسط تحليل ب 70 الف 80 الف. زين اللي ما عنده شلون يعني يروح يراجع مستشفى ما بيها تحاليل؟ انا هسه عندي ابن مريض وديته للمستشفى الحكومي، قالوا لي روح سوي له تحليل بالحارثيه. ليش يابا ماك تحليل المستشفى؟ قال والله التحاليل ما مضبوطه، نعيدها ثلاث مرات اربعه وكل كل كل تحليل يتغير عن التحليل الثاني. ليش؟ لان ماكو اجهزه حديثه، كلها اجهزه قديمه وبنايات قديمه. يعني هسه اكو بناء الدوله لحد الان ما بنت، كلها قديمه، السبعينات ما قبل السبعينات، مستشفيات متهالكه، اجهزه تعبانه. يا حبيبي احكي لك واقع حال. اني احد الناس، زوجتي توفت في الشهر الرابع في مستشفى مدينه الطب. زين صدقني هي في العناية المركزية، عملية مرارة وصارت تتخثر بالدم. هسه أنا ما أريد أحاسب الدكتور وأحاسب كذا، لكن في أربعة أيام في العناية المركزة اللي هي تكون أصعب شيء مدة أربعة أيام، أنا أشتري العلاج من برا من هاي الصيدلية، علاج للضغط حتى يساعدون الضغط مالته، لأن أصحاب أبو التخثر ضغط مالته يهبط. ها؟ يا اخي يا حبيبي عاد البروستول ما بيها، الله وكيلك. بروستول فلوات، اما فلوات ماكو هسه، يعطيك بروستول سام مره وينطيك بونستان، خليني اعطيك اياها، وينطيك بروفين، عاد هنذني ماكو. وروح شوف داخل المستشفى وسد. استاذه عندي مرض، عندي صرع، اروح للمستشفيات واتعب واركض، يعطوني بس شراب ديفاكين، هو يضرب اوبره، مو شراب ديفاكين، ديفاكين ميون، الاوبره اوبرته ب 25000. من عدم التشنجات وهذا كله ما متوفر بالمستشفى. الأبرة من ناخذها بالحارثية؟ ما موجودة بالمستشفيات، لا الأبر لا العلاجات مال التشنجات، كل شيء ما موجود بالمستشفيات. كفيلك الله بس الديفاكين اخذه من المستشفيات. زين غير يتوفر شيء يعني اللي ما عنده، اكو علاجات شيء اللي ما عنده، يعني اللي ما عنده لازم يعرف مريضه يموت. هذا انا صار لي أربع سنين هنا. نستمع لرأي السيد زيد من بغداد، تفضل يا زيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. مرتاح إن شاء الله.
الله يسلمك. أهلا وسهلا. الواقع الصحي بالعراق إن شاء الله أستاذ محمد موسى. نعم، استمعت حضرتك إلى كلام الناس قبل قليل، المقاطع سجلناها وتحدثنا مع ناس من بغداد يتحدثون عن حجم المعاناة في القطاع الصحي. صيدليات المستشفيات فارغة من الأدوية، وهناك حديث سابق كنا قد عرضناه أن اتفاقات تحدث ما بين بعض الأطباء أو بعض المستشفيات مع بعض الصيادلة من أجل أن تحدث تبادل للمنفعة بينهم، هم يرسلون المرضى والثاني يتقاسم وياه بالحصص. والله هذا كله صحيح يا أستاذ محمد، ودلالة على أن هذا تروح للمستشفى تجاه فارغة ما بها أدوية، وتروح للصيدلية الأهلية جوا المستشفى تجاه كلها أدوية فاخرة نوع ألماني وأمريكي وإنجليزي، وتجي بالمستشفى نيد المال كانون هاي اللي خلوها بالمغذي ما تجي يا أستاذ محمد. المواطن الفقير، يعني المواطن البسيط يا سيد زيد اللي ما عنده القدرة الشرائية أولا، وهم نسبتهم عالية بالعراق الآن سيصلون إلى النصف ربما، مواطن ليست لديه قدرة شرائية ما يقدر يشتري دواء غالي، وليست لديه قدرة لدفع تكاليف مستشفى أهلية أو خاصة، ولا يوجد علاج بالمستشفى الحكومي ولا أجهزة ولا كادر في بعض المستشفيات، ما مصير هذا المريض؟ ما مصير الفقير العراقي؟ والله أستاذ محمد يعني الفقير إلى الله، يعني المستشفيات الحكومية ما بيها كل أدوية، والمستشفيات الأهلية يعني مبالغ غالية وأسعارهم غالية. يتساءل معنا متصلون لماذا يسكت البعض في العراق عن ما يراه كل يوم؟ يعني 16 عاما من دمار وخراب وفساد، واقع أمني وصحي منهار، ليش الناس أو بعض الناس ساكتة وما تتحرك؟ لأنه نتكلم عن من الذي سينهي الأزمة، لا أحد يجيب، يقول أنه فاسد وفاسد، لجنة النزاهة فاسدين والقضاة فاسدين والقضاء فاسد، من الذي سيحاسب؟ إذن الخلاص بيد الشعب من هذه الأزمة التي يعانيها. برأيك يا سيد زيد متى يتحرك؟ يعني الشعب مقسوم إلى ثلاثة أجزاء أستاذ محمد. نعم. شعب فقير ومسحوق القسم الأول، والقسم الثاني مستفيد من هذه الحكومة، والقسم الثالث مغيب ومهجر. يعني الشعب إلى الله ماتي. بس بالنهاية يا سيد زيد يجتمعون في نقطة واحدة وهي المعاناة. إن كان فقير ومغلوب على أمره أو مهجر أو قاعد ساكت، هم يعانون بالنهاية. صحيح والله أستاذ محمد صحيح، كلنا نعاني من هذه الحكومة، وضقنا الويلات والمرار من هذه الحكومة. نعم. ولكن يا أستاذ محمد ما باليد حيلة، ما باليد حيلة. بالمناطق الغربية تهمة أربع إرهاب إذا طلعت الناس تظاهرات ضدهم، وبالمناطق الجنوبية ظهروا لهم الميليشيات والعصابات المستفيد من قبلهم، أخهم بقتل الناس وتهديدهم وتغييبهم بالسجون. اليوم دلالة على هذا المتظاهرين بالحمزة الشرقي، أكثر من 50 متظاهر تم اعتقالهم وطالب بحقوق الناس يا أستاذ محمد. طيب أشكرك زيد، كنت معنا من بغداد. السيدة أم أزهار من بغداد أيضا، تفضلي. فقدنا اتصال المرة الثانية مع السيدة أم أزهار. نكمل مع حضراتكم استماعنا إلى آراء بعض المواطنين العراقيين حول معاناتهم ومشكلة القطاع الصحي والمستشفيات في العراق. المستشفيات الحكومية تعاني من نقص في الكادر الطبي، في المستلزمات الطبية، في الأدوية، الاهتمام قليل، المستشفى يعني مو ذاك المستشفى اللي تتمنى كل شيء به، ولذلك أغلب الناس بدأوا ما يراجعون المستشفيات الأهلية الحكومية لأن ما متوفرة بها شيء، فيضغط على نفسه، يكلف نفسه، يلتجي إلى كل الطرق حتى يسلك الطريق المستشفيات الأهلية، يعني بها على حساب تكاليفه، على حساب
امكانيته الاقتصاديه، على حساب معاشه، على حساب يعني مضطر، يعني مضطر المواطن العراقي انه ما يروح المستشفى الحكومي لقد لا توفر به العلاج والدواء والاهتمام. يا اخي انت تعرف يعني هسه هي الظروف اللي يمر بها الشعب العراقي من انفجارات، من كيمياويات، من شغلات، يعني هاي اثرت هواي على مجتمعنا احنا ككل. يعني تجي هسه يعني مثلا للدكاترة، تجي للمستشفيات، تجي المستشفيات ما تلقى بيها فتشي. يعني الطب يعني انت وياك مريض تريد يعني فتشي تقدمه للمريض من قبل المستشفى ماكو. يعني احنا ما نقدر نقول كلهم ونظلمهم، بس الاكثرية اللي نشوفه يعني فتشي يعني حتى ما يليق بشعبنا احنا العراقيين حقيقة. يعني احنا نحكيها زين، تجي اليوم للمختبرات تريد تحلل، يعني التجارة اصبحت تجارة. يعني انا هسه جبت اخذ زوجي ورحنا للدكتور ورحنا للتحاليل، جينا للتحاليل يعني مثلا ابو التحليل قال 130، يعني قالت له هواي 130، يعني هسه زين الكاسب شلون راح يحلل؟ يلا شلون راح يسوي تحليل له او لاطفاله او الامه او الابوه؟ يعني هنا احنا نعيش مشكله كلش كبيره. عمي العمليات اذا قال لك 6 شهور هذا رحمه، رحمه تعطي فلوس يسوي لك عمليه، ما تعطي فلوس ما يسوي لك عمليه، يأجلك 6 أشهر 7 أشهر 8 أشهر والناس مبتلية. يعني ماكو مراقبة، وين قبل كنا أبو صيدلية من يفتح مراقبة علي الأدوية، يعني أسعار الأدوية يتحاسب من قبل الدولة، هسه الدولة ما تحاسب أي واحد، أي حد ماكو عندنا أحزاب، وهاي صارت هنا العراق في شغل. نستمع لرأي السيد أبو زكريا من كركوك، تفضل أبو زكريا. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يحفظك يا ابني، والله يحفظ قناتكم وجماعتك كلهم ان شاء الله، والله يرحم الشيخ الدكتور حارث الظاهري. حياك الله، اهلا وسهلا. والله لو احكي لك حجي هاي قبل 4 أيام بالله العظيم. نعم. الحجية والعذر بالحوش اصبح انكسر، قبضت نفسي اجر التكسي ب 5000 روح 3000 اخذوا بطاقة ما ادري شنو، تبلغ عند الدكتور يقول لي والله إشاعة ما عندنا. نعم. زين. بعدين؟ ابن اخوي اول ما رحم بالمستشفى والسرنج ما عندنا، وغدي ما عندنا، ما ادري شنو ما عندنا، روح جاي من السيوة. يعني اي دولة هذا يعني شلون هذول يجون يسوون دولة؟ يعني المستشفى ما بيها سرنجة، بس الكلية ينطونا ابو براسون، ما صاير بالتاريخ، ما صاير والله من محمد بالله العظيم. يعني انا عمري وصل 82 سنة. هيك من اللي ما شايف هذول شنو؟ خاطر الله، خاطر محمد، لا يفكرون بالفقير، لا يفكرون بهذا. زين تروح للصيدليه جوا ما ادري شنو 150 الف 200 الف، زين الفقير منين يجي؟ يعني هسه مثل واحد مثلي الله وكيلك كل شهرين ينطوني 300 الف راتب، عم بالشهر 150 الف، يعني وين الدكتور اروح اتسوق به؟ باخذهم منين يقطعوها؟ تجومي والله ما صار بالله العظيم. المريض عندنا هسه بالعراق ما عنده، الفقير يموت ما بيها شارع، ابد ما بيها شارع يموت. نعم والله، لانه ما عندنا دوله، ما عندنا لا صحه لا زراعه لا شركات لا شغل لا عمل لا، يعني هذاك اليوم الله عليك الخريج تعبان على نفسه مهندس يقول لك تعال صير نائب عليك بالجيش، هيش دولة ماكو أخي محمد، هيش دولة ما شايف كرة الأرضية هذه. نعم 80 سنة شفت أشكال الحكومات من نوري سعيد إلى هذول الأدب تزيه، الله جابهم علينا الحرامية السلسلية الأدب تزيه، كتلوا العالم باعوا العراق، سووا طائفية، سووا كل شيء من محمد الظن، والله العظيم نعم الله ينتقم منهم بالدنيا وبالآخرة، الله ينتقم منهم بالدنيا والآخرة. إنا لله إنا لله. أشكرك أبو زكريا، كنت معنا من كركوك. نقرأ رسالة بعض المشاركين على الواتساب. يقول أحد المشاركين: يا قناة الرافدين، أسألكم بالله شنو الزيان بالعراق من عام 2003؟ الصحة والزراعة والصناعة كلها صفر، لأن السياسيين الذين توالوا على حكم العراق كلهم فاشلون أصلا ولا ينتمون إلى هذا البلد، وأغلبيتهم يحملون جنسية أجنبية وإيرانية، ولأهم إلى ولاية الفقيه في إيران. وأود أن أبين لكم، منذ سقوط النظام السابق ولحد الآن كثر الفساد المالي والإداري، ونحن لا نعرف من هو الفاسد، وأكيد الحكومة يعرفون الفاسدين. كيف ما تعرف من هو الفاسد؟
وهم الأحزاب السياسية الفاسدة التابعة لهم، بالإضافة إلى انتشار المخدرات التي دمرت الشباب مع الأسف. والله المعين، وهو قادر على كل شيء، ونسأله أن يخلصنا من هذه الزمر الفاسدة والذين تستروا باسم الدين. معنا السيد أبو عبد القادر من الموصل، تفضل. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أخي؟ شلون صحة؟ حياك الله أبو عبد القادر، أهلا وسهلا. أخي، عندنا بالنسبة للمستشفيات بالموصل. نعم. بالنسبة للمستشفيات بالموصل، علاج ما في، فلوس لا يأخذون، بطاقة، تذكرة. نعم. طبعا الدكتور يوصف لك العلاج كله من برا. نعم. ينطيك براسيتول. نعم. أبو عبد القادر. إيه. نعم نعم. تفضل أسمعك. أبو عبد القادر. نعم، تشتري العلاج كله من الصيدليات من الخارج، يقول لك روح جيب العلاج خارجي، أي مستشفى بالموصل طبعا عليها نفس الشيء. طبعا يسألك يا سيد أبو عبد القادر، بس أولا نص صوت نص صوت التلفزيون إذا تسمعني من التلفزيون. نعم نعم. مدينة الموصل أصلا هل هي عمرت؟ هل تم إعمار المدينة، المناطق المدمرة، الطرق، الجسور، المدارس، المستشفيات، الجوامع، المنازل، هل عمروها حتى يركزون الآن أن المستشفى بها علاج ولا لا؟ لا، ما عمر كل شيء من الموصل. الموصل نعم. عبارة عن ركام. نعم. طيب المواطن اللي بمدينة الموصل مثل ما تتفضل يروح للمستشفى وما يلقى علاج ويضطر أن يروح، هو ما عنده قدرة، يعني الناس اللي مهجرين واللي نعم رجع نعم للمدينة وما عنده فلوس، هذول شلون يحيرون بنفسهم نعم لما يريد يشتري دواء وما عنده؟ والله عمي، مشكلة كبيرة. يعني يروح للمستشفى ما ينطوا علاج، يروح للدكتور يكتب له راتبه 50-70 ألف دينار، أقل شيء 100 ألف دينار، وهو عامل وقاعد ما يشتغل بطال، يعني منين يجيب هذا المبلغ ما يعرف. نعم. يعني حيرة، وقعنا مشكلة كبيرة. الجسور ماكو، تروح تريد تعبر من الايمن على اليسار ساعتين ما تعبر الجسر من الازدحام. نعم. المدينه القديمه ركام. نعم. عباره عن انقاض وعن خدمات، ماكو تبليط شوارع، ماكو دا يبلطون الطسات اسبوع 10 أيام وترجع نفس الشيء، كلاوات شغل كلاوات بالموصل. ابو عبد القادر، انا اشكرك لي المشاركه، وضحت الفكره. مشاهدينا الكرام، اتصل بنا احد المشاركين سابقا من مدينه البصره وقال بانه لا شيء يتم بدون تضحيات، ولن تحدث ثورة في العراق بدون أن تقدم لها تضحيات. قال لي بعض المتصلين، وأنا دائما أقف ضد الرأي السلبي أو الرأي المتشائم، طبعا أعتذر للمتصلين، ليس لدينا وقت. باختصار شديد قبل نهاية البرنامج، لا يوجد شيء بدون تضحية. العراق الآن يعاني، المواطن الآن يعاني، إن سكت أو إن تكلم هو يعاني في النهاية، فما الضرر من الحديث وما الضرر من المطالبة بالحق جهرا والاستمرار بهذه المظاهرات؟ ما الذي يمنع إن كان سكوت المواطن ينعكس عليه بمعاناة وإن كان حديثه ينعكس عليه بمعاناة؟ هذه كانت رسالة أحد المتصلين سابقا، كانت من محافظة البصرة، والذي قال كما قلت لكم في البداية لا يوجد شيء بدون تضحيات. بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا مشاهدينا الكرام، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.